لحظة بدر، بدر فقط مداخلة سريعة، فقط مداخلة سريعة بدر، بدر يعني هو إذا قاطعني شارع لا أشوف سيارات وراك تمشي، يا منين منين طالعة هالسيارات وأصطعدهم شو؟ زميلي أحمد دعني أضعك بالصورة زميلي محمد، إذا تقوم بتصوير الشارع حاليا هناك عدد من المركبات تتوافد وتكون متحركة داخل منطقة الكرادة، هذه تحصل على موافقات أمنية، هناك بعض الاستثناءات وأيضا للحالات الإنسانية الأمراض الصحية، البعض هناك بعض من الاستثناءات، القطع لم يكن 100% بس يعني هناك تعاطي مع بعض القضايا الإنسانية الصحية، فبالتالي قد تكون هناك مرور لبعض المركبات. إلى متى يستمر بدر بعد الترحيب بك ثانية هذا القطع؟ إلى متى يستمر؟ زميلتي يعني أنا على تواصل مباشر مع قيادة عمليات بغداد، تحدثوا لي بأن القطع هو يستمر من بعد الإفطار إلى نهاية الزخم، قد يستمر الزخم إلى منتصف الليل، قد يتجاوز منتصف الليل، الأمر متعلق بالزخم الحاصل في المنطقة. معلوماتي ومصادري تتحدث لي بأن القطع سيستمر من يوم أمس إلى ما حيث يعني عيد الفطر المبارك، في هذه المدة سيكون هناك قطع. هذا الأمر القطع إن تحدثنا هنا عن المنطقة عن المحلات التجارية سبب لهم أضرار كبيرة، دعونا نستثمر الوقت أكثر ونتحدث مع أصحاب المحال المتواجدة هنا في منطقة الكرادة وتداعيات هذا الغلق عليهم. سلام عليكم، أهلا بك ضيفا عزيزا على شاشة التغيير. حدثني اليوم كيف تتعاملون أنتم اليوم مع هذا القطع وشون أثر عليكم؟ والله احنا هسه نعيش حالات اجراءات قسريه تعسفيه بحق منطقه الكراده بصراحه، قطع الارزاق والقطع ده يصير من بعد الفطور الى منتصف الليل الساعه 12، ما اعرف هذا الارهابي مطيهم مواعيد انه بهاي الفتره يشتغل، يعني بالنهار ماكو شيء، يعني شغله والله ما اعرف تنعقل. قطع ارزاق بلغوكم تحدثتوا ويا القوات الامنيه ذكروا لكم اسباب معينه؟ مجرد يقول لك تهديد وخلاص، تهديد وخلاص. زين يعني ليش بس الكراده؟ شنو بس الكراده بالعراق مستهدفه؟ شنو احنا عايشين ثكنه عسكريه معتقله هسه احنا عايشين؟ شوف القوات الامنيه اللي تمشي كانها بصحة معركه احنا. زين هذا اثر على عملكم؟ على كله اثر، وقف صفر صار الشغل، شنو صرنا هسه احنا عايشين معتقل ثكنه عسكريه عايشين، مجرد قوات امنيه تروح وتجي، سيارات قوات امنيه مرات تروح وتجي، الشارع صار ملعب مال طوبه، وين كل شيء؟ احنا بيا عصر عايشين. الناس تتحدث تتطورها بمكان ما يستعيضون بعناصر استخبارات مدنيه بين المواطنين، الدول تطورت احنا وين نعيش بيا عصر هذا؟ زين اثر يعني اجراءات متخلفه، اجراءات كلها بالملايين، لشهر ما عندنا هسه وقنا ذبينا كل فلوسنا، ذبينا كل فلوسنا بمحلاتنا وجبنا بضائع بها على امل انه نسترزق، واذا مشوا بضائعنا تكدست علينا واكو قسم قالوا راح نطلع بضائعنا بالشارع ونحرقها. زيد خساراتكم تقريبا يعني ملايين، يعني كل محل اقل شيء خسران له 70 80 مليون دينار اقل شيء، بس بهاي اللي نسوق ذا كل فلوسه على امل ان يستثمرها ويسترجع ارباحها، زين وقعت بضاعه نامت عليه والطريق السد وعايش بمعسكر، الناس حتى تخاف حتى ترهب حتى العوائل ما قامت تجي، شنو قاعد تفسحت معركه؟ شفت القوات الامنيه تشوفها؟ هسه لو تقول انت مو تقول الطارميه هاي اللي بوره الارهاب ما ادري ماكو بيها قوات امنيه. خلينا نتطرق ايضا زميلي احمد اذا تشاهد يعني كره القدم متواجده الان، اصحاب المحلات يلعبون كره القدم يعني فقط هنا بدر 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 حركه المركبات تحولت بدر لو تسمح لي يعني بس ارد انقل لك سؤال سالنيه الان المخرج، يعني فعلا اللي يريد يدخل حزام ناسف صعبه يفوت؟ يعني اذا هم مانعين المركبات بس البشر ما مانعينهم يقدرون يسللون ويدخلون؟ يعني خلال الأفرع الجانبية التي تربط بين الكرادة خارج وأبي نواس بالإضافة أيضا إلى الكرادة خارج، هناك نقاط تفتيشية تقوم بتفتيش المواطنين حين وصولهم إلى الكرادة داخل. هذا الأمر ولد هنا يعني تيار غاضب شعبي يتحدث عن ربما إجراءات أمنية قد تكون تقليدية، لا سيما نحن نتحدثون عن خطط أمنية يفترض أن تتعامل بحداثة وبمواكبة مع التهديدات الأمنية ولا أن تلتجئ إلى هذا القطع الذي يسبب اليوم خسارات كبيرة. طب في مقابل هذا الغضب بدر الذي تتحدث عنه عند أصحاب المحال التجارية في المنطقة التي تتواجد فيها في الكرادة، يعني في مقابل هذا الغضب هل هناك ربما اطمئنان من قبل المواطنين إزاء هكذا إجراءات أمنية؟ يعني زميلتي حلا دعنا نتحدث معك وأقوم ب يعني مع زميل المصور ننتقل إلى الجانب الثاني من الشارع ونشاهد الحركة. الجميع هنا ممتعض، لا يوجد هناك مؤيد لهذه الخطوة، لا سيما نحن نتحدث هنا عن خطط
أمنية تتعارض مع أرزاق الناس، تتعارض مع حرياتهم، مع حركتهم، مع نشاطهم، بالتالي هذا لا يولد تأييدا شعبيا لهكذا خطط أمنية. كما تشاهدين من خلفي هذه هي الصورة، تحولت الكرادة إلى ساحات من أجل لعب كرة القدم، أكثرهم لربما من أصحاب المحلات المتواجدة هنا في المنطقة، ماكو حركة تجارية، ماكو بيع، ماكو شراء، خصوصا هم مستعدين للعيد، يريدون يعني يكسبون بعض الربح. لا هو واضح بدر، يعني الكاميرا واضحة، الصورة هي تتحدث بدر، يعني هي الصورة هي تتحدث، يبدو واضح جدا الصورة هي تتحدث، ويبدو ان اللي موجودين يعني اللي يتحركون في الشارع هم نفسهم اهل المنطقة، يعني مو ناس غربة فعليا. زميلي احمد، اركز على ايضا نقطة مهمة، هذا الغضب الشعبي قد يولد تظاهرات في الأيام القليلة المقبلة. أنا أتحدث مع عدد من المتواجدين هنا في المنطقة من أصحاب المحلات التجارية في ظل هذا الخناق المروري، في ظل أيضا يعني تضييق الخناق على أصحاب المحلات، هذا قد يولد انفجار، الانفجار قد يترجم عبر تظاهرات قد تكون هنا في الأيام المقبلة في منطقة الكرادة، لا سيما في ظل هذه الخطط الأمنية التي تتعارض اليوم مع أرزاق الناس وحياتهم وحريتهم. طب هل هناك يعني هل لديك أي علم بدر بخصوص معلومات ربما وردت للجهات الأمنية ما أدى لاتخاذ هكذا إجراءات وإعلان طوارئ كما نرى؟ يعني هل هناك مخاوف من تكرار سيناريو معين؟ يعني حلا أن تحدثنا هنا عن الأرض، فالخطة الأمنية تتحدث عن أقصى درجات الطوارئ، لا سيما ونحن نتحدث عن منطقة مقطعة بشكل كامل، أي مدخل لهذه المنطقة هو مغلق بشكل كامل، فبالتالي الخطة على الأرض هي خطة الطوارئ وبأعلى درجاتها، لكن بالتعامل والتعاطي والاستفهام من القيادات الأمنية تتحدث عن ممارسات بخطط من أجل حماية الزخم الحاصل هنا في هذه المناطق الشعبية ومن أجل حماية المواطنين، كما يحدث إن تحدثنا هنا بالمسميات، كما يحدث مع الزقاق المتنبي والقشرة، والتي أيضا تشهد أعداد كبيرة من المواطنين يتوافدون إليها، ولا ويوجد هناك بعض القطوعات في الشوارع القريبة ومقتربات زقاق المتنبي، فبالتالي هذه هي وجهة نظر القوات الأمنية بأن الأمر متعلق بحماية المواطنين، الأمر لم يتعدى إلى درجة الخطورة القصوى وأن هناك تهديد أمني إرهابي قد يكون في قادم الأيام، تتحدث عن إجراءات طبيعية من أجل حماية المواطنين وتأمين حركتهم، لكن على الأرض وكما يشاهد اليوم المواطن المتواجد هنا في منطقة الكرادة، كما يشاهد أصحاب المحلات، الأمر مختلف جذريا. نحن نتحدث هنا كما ذكر قبل قليل أحد أصحاب المحلات بأننا في ثكنة عسكرية كما ذكر، نتيجة لهذا الانتشار الأمني المكثف ونتيجة لقطع أوصال الكرادة بشكل كامل من بدايتها من يعني ساحة كهرمانة وصولا إلى يعني نفق المعلم.